لو عاوزة تعملي كفتة صح، افرمي البصل كويس جدا في الكبة ونعميه قوي جدا خالص. حطي عليه كبشة خضرة برضو وفرميها كويس جدا مع البصل، وبعدين انزلي باللحمة المفرومة بتاعتك نص كندوز على نص ضاني. افرميهم كويس قوي مع بعضياتهم في الكبة لحد لما تحسي ان هما اندمجوا تماما. هتفضيهم بعد لما يتفرموا في طبق، حطي عليهم معلقة من جوزة الطيب المطحونة، يستحسن تجيبي الفريش وتطحنيها بنفسك، وكمان معلقة فلفل أسود، ومعلقتين اتنين من الملح، الكمية على حسب مزاجك وإمكانياتك. أوكي، محتاجة كمان عليهم توم بودرة معلقة، قرفة معلقة، كمون معلقة، والنص معلقة أكل من البيكنج باودر. البيكنج باودر بيعمل حلو قوي 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 مع بياض بضاية فقط لا غير، بياض بضاية فقط لا غير. بلي إيدك بالمية وعملي الكفتة بالطريقة دي. عايزة ترفعيها تقدري تضغطي ضغطة كمان عليها. هي دي الطريقة الصح للشيش كباب أو الكفتة، طريقة مدروسة ناجحة.